بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيكم حلقه جديده مع كوره كل يوم النهارده ان شاء الله في حلقتنا هنستعرض كل الاخبار المحليه وكل الاخبار العالميه ان شاء الله ونستمتع مع كوره كل يوم في حلقه مميزه باذن الله عندي كلام كتير جدا عايز اقوله النهارده يعني دايما كده بدايه كل اسبوع بنقعد نكون في الاخبار وبيجي لنا معلومات كتير جدا لكن حبدأ بمنتخب مصر لكره اليد ما شاء الله ماشي بشكل كويس جدا في بطوله امم افريقيا مباراه الافتتاح يوم الخميس كلنا تابعناها وقدر المنتخب المصري يفوز 22 18 فرق اربع اهداف عن المنتخب الجزائري ويعتبر منتخب الجزائري هو اقوى منتخب في البطوله منافس لينا وهو كمان معانا في المجموعه لكن قدرنا نتفوق منتخب مصر في المركز الاول امبارح كانت المباراه الثانيه لمنتخب مصر لكره اليد امام المنتخب النيجيري وقدرنا نكسب فرق 14 هدف 34 20 لصالح منتخب مصر ومن ثلث ساعه او من نص ساعه منتخب مصر النهارده فاز في ثلاث لقاءاته في البطولة على المنتخب الكاميروني 30-20 منتخب مصر في الصدارة في مجموعتنا بنحتل المركز الأول بثلاث انتصارات على الجزائر وعلى نيجيريا وعلى الكاميرون إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا والقادم إن شاء الله يعني الأهم بقى دور قبل النهائي والمباراة النهائية زي ما أنتم عارفين أن صاحب المركز الأول بيصعد الى او اللي هيكسب البطوله يعني اللي هيفوز بالمركز الاول والميداليه الذهبيه هيصعد الى اولمبياد ريو دي جانيرو والاول والثاني والتالت في البطوله هيصعدوا الى بطوله كاس العالم السنه الجايه ان شاء الله في في بدايه في يناير 2017 النهارده مباراه في الدوري المصري الاهلي بيفوز على الاتحاد السكندري 1-0 بهدف لجون انطوي جون انطوي بيسجل هدف الفوز وجون انطوي بيلعب مباراة الثانية بعد فترة غياب كبيرة جدا جدا كان غابها كان مستر بيسيرو بعده عن الفريق لكن النهارده جون انطوي بيلعب وبيسجل هدف النادي الاهلي الوحيد والاهلي بيكسب ثلاث نقاط مهمين جدا والاهلي في المركز الاول 32 نقطه انتظارا لمباراه الزمالك بكره مع سموحه الزمالك 30 نقطه الاهلي 32 والاهلي لاعب مباراه زيادة عن نادي الزمالك بكرة إن شاء الله يعني مباراة الزمالك وسموحة تحدد هل الأهلي هيستمر على صدارة الدوري أو في صدارة الدوري ولا الزمالك هيكسب سموحة ويعدي الأهلي الزمالك لو كسب سموحة هيبقى 33 نقطة النهاردة يعني النادي الأهلي أدى دي ماتشات بكرة الإسماعيلي مع وادي دجلة الساعة اتنين ونص وبعدين في نفس التوقيت غزل المحلة واتحاد الشرطة الساعة 2.30 مصر المقصة وحرس الحدود الساعة 5 في استاد الفيوم وفي نفس التوقيت لقاء الزمالك وسموحة هنتكلم على الماتشات دي بشكل تفصيلي ولكن خليني أكلمكم شوية على ماتش النهاردة ماتش النادي الأهلي مع الاتحاد السكندري نقدر نقول الأهلي هو الأفضل الاتحاد السكندري يعني بيحاول لكن مفيش أي خطورة هجومية او ايجابيه هجوميه لفريق الاتحاد السكندري الاهلي النهارده بدا بتشكيل مكون كابتن زيزو من, من نوعيه المدربين اللي بيحب يثبت التشكيل كان في حاجات بسيطه جدا في التشكيل عوده حسام عاشور الى مركزه المفضل طبعا الهاف ديفندر فيندر بدا بشريف اكرامي احمد فتحي ناحيه اليمين في قلب الدفاع لعب احمد حجازي ورامي ربيعه ناحيه الشمال لعب صابر رحيل في نص الملعب حسام غالي وحسام عاشور قدامهم شويه عبد الله السعيد ومؤمن عبد الله السعيد ورمضان صبحي ولعب باثنين مهاجمين النهارده النادي الاهلي عماد متعب وجون انطوي مستر بونتس المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري لعب بمحمود السيد وقدامه اثنين مساكين احمد السيد وعمر نبيل محمود شعبان هشام شحاته كابونجا وعاشور الادهم واحمد الفي وثلاثي هجومي كريم المنش ومصطفى جابر ويوسف اوباما لكن ما كانش فيه اي خطوره هجوميه خالص لفريق الاتحاد السكندري طول المباراه هتتفرج على 90 دقيقه الاتحاد بيعافر وبيحاول وفي نص الملعب ولكن مش قادر حتى يوسف اوباما النهارده اه لعيب كويس بيمسك كره لكن ما فيش خطوره هجوميه خالص ما فيش اي هجمات نقدر نتكلم عليها هجمات خطره لصالح الاتحاد السكندري الناحيه الثانيه الاهلي كان اللعب معظمه في نص الملعب ولكن الاهلي مستحوذ عنده مهارات في الفرقه عنده ناس باصير بتبصي كويس جدا زي حسام عاشور وحسام غالي فمتم... يعني ماسكين الجيم من نادي الاتحاد السكندري وفي خطوره بقى من خلال رمضان صبحي من خلال جون انطوي من خلال عماد متعب من خلال عبد الله السعيد ولما نزل كمان مؤمن زكريا في الشوط الثاني مكان عماد متعب النادي الاهلي برده كان اخطر ودايما الكوره في رجل لعيبه النادي الاهلي ودايما الكوره في نص ملعب الاتحاد السكندري ولكن ولكن برضو الاهلي ما كانش فيه فرص كتير ولكن الاهلي كان متحكم في الجيم وقدر من خلال كره عبد الله السعيد اللي لعبها لاحمد فتحي عملها قويه على الارض على الزاويه القريبه قطع جون انطوي وهو بيتزحلق وحط الهدف الوحيد في المباراه رمضان صبحي ضيع واحده قبليها كان انفراد بمرمى محمود السيد في الاتحاد السكندري حاول النادي الاهلي يعزز الهدف تاني ولكن نقدر نقول الاهلي النهارده افضل من الاتحاد السكندري الأهل يستحق الفوز على الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري فريق كويس ولكن مفيش خطوره هجوميه دايما الاتحاد بيقفل كويس جدا ويحاول يلعب على الهجمه المرتده يستغل سرعات يوسف اوباما يستغل وجود واحد مهاجم مثلا زي اكرم عبد الرب ومشعراوي ومحمد عبد المجيد في ثلاثه نزلوا في الشوط الثاني كان فتره من الفترات في, في اخر المباراه مستر بونتس المدير الفني البرتغالي لفريق الاتحاد السكندري بيلعب اثنين مهاجمين بيلعب عبد المجيد وبيلعب بأكرم عبد ربه وشعراوي و و كان خرج وبيلعب بتحتيهم يوسف اوباما لكن كان ديفنس النادي الاهلي عامل حسابه كويس قوي عامل حسابه ليوسف اوباما عامل حسابه لاكرم عبد ربه فكان مامن قوي النهارده حجازي مامن قوي رامي ربيعه احمد فتحي كان بيعمل التغطيه العكسيه كويس جدا وبيدافع وبيرجع صابر رحيل نفس القصه حسام عاشور كان يعني مسمار في نص الملعب وبيبقى دايما وجوده مهم جدا فالاهلي كان عامل حساب اللحظات الاخيره حتى كان عايز يزود الاهداف لكن الاتحاد برضو كان قافل كويس عمرو نبيل واحمد السيد فالاتحاد السنه دي لو شفت في ماتشات كتير هتلاقوا ان الاتحاد دايما كان بيخطف الفوز او بيخطف اهداف في الدقيقه الاخيره يعني يوسف اوباما لوحده جايب اربع تجوال في الدقائق الاخيره في اربع ماتشات جايب 12 نقطه نادي الاتحاد السكندري فالاهلي كان عامل حسابه كويس وقدر يعني بخبرته وبفضل مهارات لعبته ان هو يخلص الامور وبرده الاهلي يعني ما تيجي تتفرج لا في لعب جماعي في وان تاتش كده ما بين مؤمن زكريا وعبد الله السعيد وحسام عاشور وحسام غالي بيلعبوا الكرة السهله ولكن في النهايه الاهلي فاز ثلاث نقاط واعتقد ان الاهلي حقق المطلوب وفي المركز الاول في بطوله الدوري برصيد 32 نقطه نروح لك